مساء الخير. 18 يوم بقيان لمباراتنا مع الإمارات بالتصفيات المونديالية. اليوم يمكن لحسم موضوع توقيع العقد مع المدرب تيتا فاليريو. هاي القصة مثل قصة إبريق الزيت. السؤال، ليش لحتى المدرب وقع عقده هلأ؟ ليش ما وقعه من قبل، من دقيقة اللي وصل فيه على سوريا وقبل مشاركتنا بكأس العرب؟ هون في كتير أسئلة لازم نسألها، أسئلة إدارية طبعا لازم نسألها لاتحاد كرة القدم المؤقت يجاوب عليها بشكل صريح وواضح. التكهنات والقيل والقال سمت الأسابيع الماضية تحديدا بقصة توقيع المدرب. ما صفي ناقد أو صحفي أو صفحات فيسبوك وقنوات يوتيوب ما حكت بالموضوع، وكل حدا ناطر السكوب الإعلامي على الكوع. إيمت ممكن نكون منظمين بعملنا؟ إيمت ممكن نسمع كل شيء واضح من المسؤولين في الاتحاد؟ بعرف السيد نبيل السباعي عم يسابع عقارب الساعة كرمال موضوع الاستقرار الإداري والفني. مثلي مثل غيري أكيد بتمنى الخير والنتائج الجيدة للمنتخب، وشي مرة نكون على قلب رجل واحد. يسعد مساكم. مساء الخير مجد. مساء الخير عمار. يسعد مساك. يسعد مساك كل المشاهدين اللي انضموا لنا لمتابعة حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. على ما يبدو الحمد لله وصلنا لخواتيم الموضوع المتعلق بالمدرب تيتا فاليريو. كانت الأخبار مبارح عم تقول شيء، واليوم الأخبار عم تقول شيء تاني. بكرة كله رح يكون واضح بالمؤتمر الصحفي اللي دعا له اتحاد كرة القدم برئاسة اللجنة المؤقتة. إن شاء الله يا رب تكون فاتحة خير، يعني إن شاء الله توقيع العقد بعد ما اتفقوا الطرفين على كل شيء يكون بالتساوي بيناتهم. هو كان الخلاف كلياتنا بنعرف على موضوع قيمة فسخ العقد من الطرف السوري ومن الطرف الروماني المتمثل بالمدرب. هو بده قيمة فسخ عقد عالية، نحن بدنا قيمة فسخ تكون متساوية، فإن شاء الله هذا الشيء يكون خير للكرة السورية. تيتا أثبت أنه فعلا هو مع الكرة السورية وبده لحتى يقدم خبرته للمنتخب السوري. كمان بنحكي عن الدوري السوري اللي احنا ملينا ملينا ملينا، وهو عم يوقف ويلعب. نلعب جولتين من ريح شهر، نلعب جولة من ريح أسبوع، يعني في عنا مشكلة. إن شاء الله بالسنوات القادمة، هاي السنة ما عاد نقدر نقول هذا الموسم إنه ما عاد تتكرر، خلاص مشت ورح نمشي معه. إن شاء الله الموسم القادم الاتحاد اللي رح يجي بالشهر الثالث يحط روزنامة مقدسة بموضوع كرة القدم بالدوري السوري وتمشي ونمشي عليها كلياتنا. مشاهدينا مثل العادة دائما نبدأ حلقتنا بالعناوين. بعد مسلسل مكسيكي طويل، حكاية عقد المدرب الروماني تيتا تصل إلى نهايتها. للمرة الأولى في تاريخ كرتنا، ثلاثة أندية في البطولات الآسيوية دفعة واحدة. دورينا يستأنف مجددا من خلال جولتين في 96 ساعة. بعد أسبوع الدربيات السنوية، قمة مرتقبة في الفيحاء بين الكرامة البطل والوحدة الوصيف. طبعا مثل ما حكينا مشاهدينا، كرة القدم هي الشغل الشاغر خلال الأسابيع الماضية بما يتعلق بموضوع منتخبنا. أنهى معسكر التدريبي بحلب، اليوم رجعوا الشباب، نقول الحمد لله على السلامة ويعطيكم ألف عافية. اختتم المعسكر بمباراة تدريبية مع نادي الاتحاد، انتهت بفوز منتخبنا بهدفين مقابل لا شيء. سجلون للهدفين الأسماء. الشيء الحلو أنه علي بشماني والريحانية هنين عم يسجلوا اليوم. هذا الشيء بفائل أنه نحن رح نشوف جيل شاب عنده خبرة، عنده ثقة بالتواجد مع المنتخب الأول 100%. مجد المعسكر كان مطمئن أكيد، بعتنا وسألنا وحتى المراسلين في قناة سما كانوا متابعين المعسكر كل دقيقة. عم نشوف قديش في انتظام بالتدريب، حتى المدرب كان المعسكر المفروض يكون في دمشق، ولكن لسوء ارضيه الملعب فضل انه لا، انا بروح على حلب على ملعب الحمدانيه. كان ممتاز الملعب جدا لموضوع التدريبات، بتتفادى نوع من الاصابات اكيد. التحضير البدني كان جيد، كل شيء كان، ولكن خلينا نقول اليوم ايه المباريات اللي قدروا يستفيدوا منهن، هن هالمباريتين مع تشرين ومع نادي الاتحاد، افاده لا انديه للانديه وافاده كمان للمنتخب. لا يقدر المدرب بيعرف شو عنده. في شغله كتير حلوه انا شفتها بالمنتخب، رغم كل الاشاعات، رغم كل الكلام اللي طلع عن موضوع المدرب تيتا رح يبقى ما رح يبقى، خلال التمرين كان موضوع تاني. يعني قدر يعمل فصل
بما يخص محترف تماما محترف وقدر يعني يوصل هذا الشيء للاعيبة. يعني اللاعيبة ما كان عندهم حالة ملل أو تململ إنه والله هذا يمكن معنا يمكن يجي غيره، لا كان في انتظام كأنه المدرب وقع عقد 10 سنين. هاي الشغلة كتير كانت حلوة بمعسكر منتخبنا. خلونا مشاهدينا نتابع هذا التقرير اللي بيخص معسكر منتخبنا وأخبار منتخبنا، بس قبل المستجدات الأخيرة اللي كانت قبل 3-4 ساعات من إعداد هاي الحلقة، خلونا نتابع هذا التقرير. اجتماعات تليها اجتماعات والوقت يمر سريعا، الجماهير السورية تضع يدها على قلبها من مفاجأة تلوح في الأفق. منتخبنا الوطني الأول وبعد أن قدم صورة مغايرة في كأس العرب أحيت الأمل في نفوس الكثيرين بإمكانية المنافسة مجددا على بطاقة الملحق الآسيوي، بالرغم من أن رصيدنا لم يتجاوز النقطتين في 6 مباريات. على مواقع التواصل تضاربت الأنباء حول مصير المدرب الروماني تيتا وكادره المساعد، وفي التصريحات الرسمية بدا واضحا أن الخلاف حول البند الجزائي لا زال قائما، فاللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري تتمسك بقرارها بعدم تسليم الاتحاد الجديد الذي سيتم انتخابه في نهاية آذار المقبل عقدا يحمل بنودا تثقل كاهلها، في حال كان لهذا الاتحاد رؤية خاصة للتحضير إلى كأس آسيا 2023، خاصة وأن تجربة عقد التونسي نبيل معلول مع الاتحاد السابق لا زالت حاضرة في الأذهان. في حين أن المدرب الروماني تيتا أظهر حسن نواياه في أكثر من مناسبة بعد أن وافق على المهمة الإسعافية في كأس العرب وحقق انتصارا على تونس، رفع كثيرا من أسهمه في الشارع السوري ليتصلب هو الآخر في موقفه بشأن البند الجزائي، لعلمه المسبق بأن مدة العقد التي تعرض عليه تنتهي في نهاية العام 2022، ما يعني أنه سيكون مجبرا على تنفيذ نصف خطة الإعداد لنهائيات آسيا على أن يسلم جهده وتعبه على حد تعبيره لمدرب آخر. وما بين موقف محق من هنا وآخر منطقي من هناك، يبدو أن كرتنا محكومة بالعودة إلى نقطة الصفر في كل مرة نقترب بها من موعد التصفيات الحاسمة، ليتبخر الحلم لاحقا ونعود لمقولة يا ريت اللي جرى ما كان. طبعا مشاهدينا لنعرف أكثر عن آخر أخبار منتخبنا الوطني وآخر أخبار كرة القدم بينضم لنا عبر الهاتف السيد أحمد قطرش. يسعد مساك كابتن أحمد. أهلين مساء الخير عيوني. الله يخلي لي كابتن. أنا بالأمانة بالعادة نحن بنعرف عن الشخص اللي بيكون معنا، أنا اليوم ما عرفت، بدي أترك التعريف لحضرتك لأنه مثل ما تابعنا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف أنه حضرتك قدمت استقالتك من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم، هل هذا الكلام صحيح؟ هلا حتى ما يصير جدل بهذا الموضوع، أنا ابتعدت بسبب سفري لدبي، قعدت عندي إقامة بدبي بين ما طلعت الإقامة، مشان ما صير عبء على اللجنة اقترحت أنه أنا ريح شوي. بكل الأحوال اليوم وقت بنطلب منا من الاتحاد الآسيوي أنه هل اللجنة مستقيلة مو مستقيلة، نحن ما حنكون عائق بمشكل ممكن نتعرض لها بالأيام القادمة. مع العلم إخواني باللجنة ما في مشكلة بيني وبين أي حدا منهم، وعم بحكي بصوت عالي بهذا الموضوع. يعني كابتن هلا انا اذا بدي اكتب على السجل التعريف الخاص فيك بكتب عضو لجنة، عضو اللجنة المؤقتة سيدي. تمام، يعني حضرتك موجود. اليوم كنا مجتمعين عند الاستاذ فراس مع اللجنة بخصوص الموضوع المدرب تيتا، بكرة في مؤتمر صحفي بيظهر كل الامور، والامور كلها بنهايات كثير سعيدة للمدرب وللوضع للمنتخب السوري وللحالة اللي موجودين فيها كلياتنا، هاللغط اللي صار وهالضغط اللي صار، والحقيقة يسجل موقف لأخواننا باللجنة بالشيء اللي صار بهال 24 ساعة الأخيرة. مساء الخير كابتن أحمد. أهلين عمورة، هلا عيوني. كابتن أكيد اليوم هلا عم تحكي إنه أنت حضرتك موجود داخل الاتحاد، اجتماع اليوم اللي صار كان اجتماع إيجابي بعد ما طلعتوا، كنت موجود أكيد بالاجتماع؟ كنت موجود، دعاني الأستاذ فراس، دعوني إخواني باللجنة ورحنا وقعدنا. الموضوع كان محوره كله بيتعلق بكيفية ترتيب المدرب، استمرار المدرب تيتا مع المنتخب الوطني، والنهايات سعيدة كانت. كابتن مشان ما نختلف على موضوع، نحن هون ما في أسرار أكيد، كل العالم صارت بتعرف
الأمور، والأمور راحت مثل ما حكيت أنت لخير وأمور جيدة. ولكن اليوم بمقدمتي حكيت هي قصة إبريء الزيت اللي ما كانت تخلص، هي توقيع المدرب تيتا. ليه اليوم أنتم كاتحاد من وقت ما وصل المدرب ما تم التعاقد معه بشكل رسمي، إن كان لمدة معينة أو لا سنة أو لا قد ما بتكون، وليه اليوم فتنا بهذا الجدل يلي جمهور صار همه واهتمامه، وقع المدرب لا ما وقع، وقع ما وقع، وكل إنسان بلش يتكهن. وبتعرف أنت على الفيسبوك حق مشروع لكل العالم تحكي رأيها، الناس كتبت اللي بدها اياه وعملت الشيء اللي بدها اياه. تحطنا بكل الامور اللي صارت اليوم معكم. اوضح شغله كثير مهمه، كنت بتمنى تاخذوا الاستاذ توفيق او الاستاذ نبيل. تمام. بس بكل الاحوال ما بيمنع. نحن سالنا مشان موضوع استقالتك، اخذنا اتصالك اكيد. بعدين بتشرفنا استاذ احمد انت اكيد. حبيبي تسلم لي. اول شغله يوم تم الاتفاق مع تيتا، نحن كنا امام 72 ساعه للسفر للامارات. نعم. ويسجل علينا انه كنا لازم نعمل العقد قبل سفرنا للامارات، يمكن كنا اختصرنا شيء من الاشكاليات اللي صارت. تمام. ولكن الان حصل اللي حصل. اليوم مع كل الضغوطات اللي نحن متعرضين لها، ان كان اللجنه ان كان الشارع الرياضي السوري اللي بيعني له موضوع المدرب، بيعني له موضوع المنتخب الوطني، اللي بيعني لنا كلياتنا، الأمور كانت كثير جيدة بل ممتازة. وراح تسمعوا بكرة بشكل واضح من رئيس اللجنة ومن الأستاذ توفيق ومن أخواننا باللجنة، إن كان الأستاذ عبد الحميد أو الأستاذ رضوان، راح نكون متواجدين، راح تسمعوا نبأ كثير جيد بشأن توقيع العقد مدرب تيتا. راح يكون مرضي للأطراف كلها، وتعاون كان من قبل تيتا ومن قبل وإصرار من اللجنة على الشيء اللي صار، أدى لأنه نطلع بنتيجة جيدة اليوم. والحمد لله الأمور كانت لخير. وبسجل للأستاذ سيرات المعلع الحقيقة موقف كثير منيح، يعني ساعد رغم أنه هو شغلته رياضة سورية كلها، ما مو, مو, مو شغلته بس اتحاد كرة القدم، يعني للأسف الشديد أنه هو عم ينضغط كثير من هذا الموضوع. بتسجل له موقف كثير منيح اليوم، نهى إشكالية كثير مهمة. طيب. من الناحية المادية، وإن شاء الله الأمور لخير إن شاء الله. كابتن، وقت طلع القرار اليوم او طلع الكتاب من اتحاد كرة القدم وتم الاعلان عنه بموضوع التعاقد مع المدرب تيتا، كان بعده بالمباراة اللي كانت عم تصير اليوم مع فريق نادي الاتحاد. بما معناه هل تم الموافقة على كافة شروط المدرب تيتا من دون اي اعتراض على اي بند، ام تم شيء بالتوافق؟ من امبارح المساء كان الاتفاق موجود، وكان يعني بنود الاتفاق تحددت 100%، واليوم العقد اندق يعني انكتب بالاتحاد، وان شاء الله بكره سيوقع امام بمؤتمر صحفي امام الجميع. طيب كابتن، لو سمحت، لو بتحطنا بصوره الامور الماليه الخاصه بهذا العقد، ان شاء الله يعني الامور كانت احتراما لاخواني باللجنه، واحتراما للشارع الرياضي بشكل عام امام المؤتمر الصحفي. بكره بترك هذا الكلام ل طيب فيني تماما، انا رح احترم كلامك كابتن احمد، بس ممكن بكره نحن كجمهور نقدر نعرف قيمه العقد ولا رح تضل سريه؟ يعني نحن تعودنا انه ما نعرف غير بتسريبات، بينما اذا بنشوف نحن بدول العالم الاخر يعني المدربين بيتم الاعلان عن قيمه الراتب، عن قيمه المكافآت، كل لا ما الأمور. في قيمه عقد، في راتب شهري يتقاضاه المدرب والكادر تبعه فقط لا غير. اوكي، يعني راح يصير ياخذ راتب شهري مع مكافآت تأهل. اذا صار تأهل موعود بمكافأة تأهل. طيب. ان شاء الله. كابتن، سؤال من الناحية الفنية، اليوم المدرب الروماني تيتا طلب انتداب مدربين من رومانيا بيقدر يتوافق معهم، بيقدر يشتغلوا صح كمدرب حراس مرمى، مدرب لياقة بدنية وتحضير بدني، حتى المعالج. اليوم قد ايه عم تحسوا انه هذا التوافق مع المدربين الوطنيين طبعا اللي موجودين معه، قديش عم يفرق معكم المنتخب فنيا؟ عم نحكي اليوم انت عمر، وقت بتكون بموقع المسؤوليه وبدك تجيب مدرب بدك توفر له كل سبل الراحه له 100%. اليوم حتى المدربين الوطنيين وقت عم يستلموا انديه عم بيكون مقترحهم للجهه اللي عم بتكلفهم بالعمل انه هو يجيب الكادر كله تبعه، وهذا صار عرف بعتقد موجود حتى بدول الخليج، كل العالم عرف موجود انه المدرب بيجيب الكادر اللي بيرتاح معه. بكل الاحوال حاليا نحن امام يعني 4-5 اشهر قادمين، رغم انه نحن التاهل بعتبره انا يعني من الصعوبات، نتاهل بس نتعلق نحن على طول بالامل وعايشين على الامل.
ان شاء الله تكون لعبه الامارات هي مفتاح، بس بالنهايه كمان عندنا نحن لقادمات الايام بالدوري الصحراء الابيض المتوسط هالبسيط، يعني عندنا 4-5 أشهر فيهم شغل كثير. عمر كابتن، بتشوف انه حظوظنا هلا مع توقيع مع المدرب تيتا بكره ان شاء الله ووجوده معنا بكاس العرب، بتشوف انه نحن حظوظنا ارتفعت اكثر بالتاهل ولو الى الملحق بالنهائيات؟ هلا هي بالنهايه توفيق اخي الكريم، يعني الامور انا عم احكي بالارض الملعب كابتن، اكيد بالنهايه توفيق ارض الملعب اكيد اليوم المدرب تيتا منه ساحر، بس اذا بدنا نحكي بالمنطق، إذا يعني تحكي مع اللاعبين تسمع من اللاعبين في راحة نفسية كثير بينهم بين المدرب والكادر تبعهم، وهون يعني بالنهاية هذا الشيء بيؤدي لأنك تيجي تحصد نتيجة إيجابية إن شاء الله كلياتنا. هلا أنا عم بطلب هلا بموقعي المتواضع إنه نحن بهالفترة هالعشرين يوم، قلت أنا اليوم على السوشيال ميديا ورح أرجع، نكون حناين على بعضنا، يعني اليوم هذا الفريق بحاجة هال 18 يوم إعلاميا ندخل له شيء إيجابي ونخلص من قصة إنه المدرب إجا ما خلص. هلا المدرب اتثبت أكيد يا كابتن، ما عندنا شك بجمهورنا السوري اللي دائما بيكون هو الرقم واحد مع المنتخب، ونحن أملنا متعلق بهذا الجمهور لأنه أكيد. هو الجمهور هو الحافز الرئيسي يلي عم بيقدر يعطينا القوة اللي نقدر نمشي. أكيد صدقني أنا أو غيري أو أي حدا عم يشغل حاليا بالمواقع الرياضية السورية كلياتنا بحاجة بسمة لهذا الجمهور، وإن شاء الله تكون فاتحة خير. كابتن، بموضوع الجمهور اللي عم تحكي عليه وإرضاء الناس وإرضاء الجمهور، كل العالم أكيد عم تشوف ردات الفعل على السوشيال ميديا حتى بالشارع أنه مبسوطين على التعاقد مع المدرب تيتا، مبسوطين على عمل اللجنة وملاقين أنه عملكم جيد، ولكن في غصة عند الأندية بموضوع تحديدا الدوري يلي عم يكون صار عبء على الأندية اليوم. أنت أكيد حضرتك بتعرف قديش الناس والفرق عم تتكلف لحتى تقدر تلعب بالدوري، من فرق التوقفات ونرجع نلعب، لا ثبات فني ولا ثبات إداري عم يكون بالمنتخب، لأيمت نضل بهي الحالة؟ عمر هذا الموضوع أنا ما يعني أنا مع الأندية في الحقيقة، نحن على طول في يعني في حلقة ضعيفة عم ماشيين فيها، ونحن مشكلتنا بسوريا تعريفيا وإزليا الروزنامة تبعنا للأسف الشديد، حتى لأن إذا بدنا نرجع عمر بهذا الكلام في كلام كثير بينحكى، يعني اليوم أغلب الأندية فيها شح مالي، أغلب الأندية مديونة، أغلب الأندية بحاجة لضغط مالي بفعلة، لحتى نحن هذا الموضوع الحقيقة الأندية أنا ما بلومها وبينحزوا على الوضع اللي هن فيه، وأنا مع أنه يعني إذا الله راد يعني يصير في تأهل، يصير في مبالغ مزية تجي للاتحاد السوري لكرة القدم بركي الاتحاد القادم، أنا برفع الصوت عالي إنه يدعم الصندوق الأندية على الأقل بمبالغ معينة. يا ريت والله يا ريت، لأنه هذا الشيء بيعود بالنفع على الأندية. اليوم الأندية هي مفتاح ل يعني لحتى إنتاج اللاعب اللي بده يدخل للمنتخب الوطني. والحقيقة اليوم الأندية مظلومة كثير لأنه نحن استثماراتنا ضعيفة، عم نصرف مصاري كثير عالية اليوم. اليوم الرياضة يعني عدم مؤاخذة هي صناعة. اليوم وقت الأندية ما عندها مصاري وعم بيجيها محبين وعم بيجيها داعمين وعلى طول عايشة تحت الضغط المالي، هذا جزء من المشكلة عم نعيش منه. لن تقوم قيامة لكرة القدم السورية إلا لحتى نحقق ثلاث مطالب كثير مهمة: إعادة حالة الاحتراف بسوريا، والشط المالي المبالغ المالية اللي عم تندفع يعني نلاقي حلول إلها، أرضية الملاعب، روزنامة الدوري، وما بدنا نبالغ كثير ب 16 فريق بالدوري السوري. مع الاسف انه نحن يعني عاطفيين كثير، كل العالم بتلعب كره قدم يا اخي، خصصوا الانديه، تخصيص الانديه حاله ضروريه في سوريا. يعني نحن بنتمنى كابتن يكون هذا الموسم درس لكل المعنيين بالرياضه السوريه بكافه الالعاب بما يخص كرة القدم، يعني تكون درست كل الألعاب الثانية، إنه سوء التخطيط لوين بيودينا، يودينا إلى ملاعب سيئة، يودينا إلى جدول غير منتظم لمباريات الدوري، يودينا إلى تخبط مالي للأندية. يعني نتمنى هذا الموسم يكون درس، وإن شاء الله يعني أنتم بجهودكم باللجنة المؤقتة تكونوا مهدتوا وعملتوا أرض خصبة للجنة أو للاتحاد القادم اللي رح يكون انتخاباته ب 26/3. إن شاء الله نتمنى للاتحاد القادم يعني قادمات الأيام. هلا نحن مثل ما بيقولوا مؤقتين، يعني نحن جايين فترة مرحلة، بس الاتحاد القادم عنده شغل كثير كبير ولازم تكون اليد ممدودة من الجميع لإنجاح
اتحاد كرة القدم إن شاء الله يا كابتن سوريا بشكل عام. إن شاء الله كل الشكر لك كابتن أحمد قطرش، كنت معنا عبر الهاتف وكل التوفيق لمنتخبنا أكيد. بنرجع نحكي قد ما حكينا منتخب يعني ما بنخلص. يعني هلا اذا فيني افتح لك موضوع اللاعبين المحترفين، فيني اقول انه الحمد لله واخيرا في عنا لاعب رح نستفاد من خبرته وجربناه بنادي الاتحاد الكابتن ملهم بابولي، وصلتنا ورقه تنازل من الفيفا او ورقه موافقه عفوا من الفيفا انه هو جاهز 100% لتمثيل المنتخب الوطني. بس هذا اليوم بدك تشوف قديش حقيقي من طرف اللاعب ومن طرف وكيل الاعمال، هو محترف بكندا تمام، حتى الناس اللي عم تتصل معه قديش بدك شيء حقيقي صح. ما بقى نحكي اسماء ولاعبين سوريين او من اصل سوري او معادي جنسيات ونعشم مثل ما بيقولوا الشارع الرياضي في تماماً. مشكله بهذا الموضوع، يا في لاعب موجود معك على جاهز يلعب اما ما اما لا حاجه نكب اسماء وهلا هو حاجه نجرب درجه رابعه وخامسه وثالثه لاعبين، مع احترامنا للكل طبعا. اليوم هذا المنتخب الاول السوري شرف لكل انسان صحيح. هلا الفكره انه ملهم لاعب بمنتخب بالدوري الكندي، لاعب ملتزم مستواه كل المتابع الدوري السوري بيعرفه، هو بما انه اجى على سوريا بعتقد اموره كلها تمام، يعني لعب سبق لعب اكيد اكيد. هلا هي لقطات عمر من مباراتنا الاخيره المنتخب السوري الوديه اليوم ضد نادي الاتحاد، تهدف بفوز منتخبنا مثل ما قلنا 2-1 من امضاء علي بشماني والريحانيه. كمان كان عندنا مباراة قبل هي ودية مع نادي تشرين، خلينا نقول نحن مباراة تدريبية أكثر ما أنه هي ودية، انتهت بالتعادل 1-1. علي بشماني كمان نصوح نقدلي بنلاحظ تطور بأداء لاعبين الشباب بالمنتخب، هذا اللي كان عم يراهن عليه تيتا إن شاء الله. طبعا خلال المعسكر كاميرا سما كانت متواجدة بعد المباراة وأجرت هدول لقائين مع اللاعب سعد أحمد محمد صاحب، نخلونا نتابع. هو المعسكر اكيد مفيد من كل النواحي، الكابتن بده يشوف اللعيبه بشكل اكثر، مباراتين مفيدتين ان شاء الله وفينا مباراه الامارات. لعبنا مباراتين وديتين كانوا مفيدات كثير حياه الكابتن تيتا، عم يشتغل الكابتن على مسارين، مسار لاعبين صغار ومسار لاعبين التصفيات. عم نطلع نحن هلا على لعبه الامارات، ما عندنا غير لعبه الامارات قدامنا الهدف، يعني ما عندنا غير الفوز ان شاء الله. دائما بنروح تفضل لي شفت الاولاد اللي جايك دائما بنروح بيصير معي انا بالمباريات بس انت ما شاء الله ما بيوصلوا لك كابتن بيوصلوا لي بينشوا بيطلع واحد فوق واحد دائما نحن بنرجع بنقول على موضوع التنظيم دائما، حتى لو مباراه وديه لو انه مباراه حبيه تدريبيه هذا المنتخب عم يلعب، يعني دائما لازم يكون في شيء اوفر او زياده عن اي شيء بنعمله بشكل عادي. شفنا كيف يعني ما قدرنا نعمل لقاءات صدقا، يعني احنا كان لازم نعمل اكثر من هيك لقاءات، بس وفي لقاءات عملناها بس ما فينا نعرضها، يعني كثير كان في زحمه خلونا نقول مثل زحمه الفرن على اللاعبين. حب منتخب الوطن ما حدا بيساوم عليه ابدا أكيد. بس حلو التنظيم طبعاً. بمباراه تشرين كان في حفظ نظام ما كان في جمهور، بمباراه الاتحاد ما في حفظ نظام في جمهور، يعني انعكست وما كان في سياره اسعاف، وبالمباراتين يعني. ما في سياره اسعاف، هذا الشيء عم نعاني منه بالدوري كمان طبعاً. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله بمبارياته القادمه وخاصه ضد المنتخب الاماراتي بالمؤهله طبعا الى كاس العالم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع. يسعد مساكم من جديد مشاهدينا، حكينا منتخب رح نحكي هلا انديه، بس خبر كثير حلو مثل ما بنعرف امبارح واولت امبارح عرفنا انه نادي الجيش ثبتت مشاركته بالملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري ابطال اسيا ضد نادي التعاون السعودي. اول شيء طلع كلام انه مع الغراف القطري، لا هي المباراه مع التعاون السعودي. وايضا كان في من قبل بشهر تقريبا شهرين انه اذا الجيش راح لعب باسيا وتاهل لدور المجموعات جبله بيلعب بكاس الاتحاد، بس اذا خسر الجيش راح يرجع يلعب هو بكاس الاتحاد مع تشرين. لا، تم تثبيت مشاركه الجيش بالملحق ومشاركه جبله وتشرين بكاس الاتحاد الاسيوي، تشرين كبطل للدوري وجبله كبطل لكاس الجمهوريه. القرعه راح تكون ان شاء الله ب 17 الشهر، تشرين راح يكون مستوى اول على راس مجموعه وجبله راح يكون مستوى ثالث. كل التوفيق اكيد لنادي جبله اللي طبعا احنا تعودنا انه هذا النادي من زمان يكون رافع اسم سوريا بمشاركته الآسيوية والعربية، ومن فينا بينسى مباراة الرشيد العراقي اللي قدر نادي جبلة فيها يوقف هذا الفريق اللي كان مرعب لآسيا ومرعب للعرب طبعا صحيح. بوجود مناف رمضان والشباب الطيبة أكيد نجهلهم كثير تحية كبيرة. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نحكي تفاصيل أكثر عن هالمشاركة.
استقبل الشارع السوري الأنباء الواردة من مقر الاتحاد الآسيوي في ماليزيا بسرور كبير بعدما تم الإعلان عن تثبيت مشاركة الأندية السورية الجيش تشرين وجبلة في المسابقتين القاريتين للعام 2022. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي مشاركة ثلاثة أندية سورية دفعة واحدة في عام واحد. أنديتنا كان لها حضور وبصمة في سنوات ما قبل الأزمة من خلال تتويج ناديي الجيش والاتحاد بلقب مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2004 و2010 وبلوغ نادي الوحدة نهائي المسابقة عن منطقة غرب آسيا عام 2017 إضافة إلى الإنجاز الكبير الذي تمثل بوصول نادي الكرامة إلى نهائي دوري الأبطال عام 2006 ونهائي كأس الاتحاد عام 2009. وعلى الرغم من أن أنديتنا غابت عن منصات التتويج لسنوات بعدها بل إن الخروج من الأدوار الأولى بات سمة مشتركة لأغلب المشاركات التالية إلا أن تواجد ثلاثة أندية في نسخة العام 2022 سيكون له أثر جيد في تحسين تصنيف الأندية السورية مستقبلا وخاصة أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن أن حصتنا في السنة المقبلة لن تزيد عن مقعد ونصف في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وهي حصة قد ترتفع إلى مقعدين مباشرين في البطولة ذاتها بحسب المتغيرات الصحية في عدد من البلدان والانسحابات التي تحصل جراء الظروف الصحية المعقدة. فريق الجيش يعود للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد أن غاب عنها الموسم الفائت هذه المرة من بوابة دوري الأبطال وهي البطولة التي شهدت مشاركة واحدة سابقة للفريق وذلك عام 2005 فيما تعود الأندية السورية لهذه البطولة بعد غياب استمر منذ عام 2011 حين خرج الاتحاد من الأدوار التمهيدية. أما تشرين بطل الدوري والذي يسجل حضوره للمرة الثانية على التوالي في المسابقات الآسيوية فقد ازداد خبرة ونضجا حتى وإن كان سيفتقد للعديد من عناصره الرئيسية في حين أن جبلة بطل كأس الجمهورية سيسجل حضوره الثاني في البطولات القارية بعد مشاركة أولى في كأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري بنسختها القديمة في موسم 2001-2002 علما أنه كان من أوائل الأندية التي بصمت في بطولات الأندية العربية حيث لا زال فوزه على الرشيد العراقي عام 88 بهدف مناف رمضان والذي أقصى فيه حامل لقب البطولة لثلاث مرات متتالية وكذلك تعادله مع الهلال عام 2000 عالقا في أذهان مشجعيه ومشجعي الأندية السورية كافة. طبعا مشاهدينا بس بدي أذكر أنه الكابتن مناف رمضان بهاي المباراة كان عنده بطولة مع المنتخب السوري للشباب بالكويت خلص مهمته هناك ورجع لعب هاي المباراة سجل هدف بالرشيد العراقي وطلعهم من البطولة اللي كانوا هنا الوقت أبطال الأندية العربية لثلاث مرات كان فعلا مرعب العرب هذا الفريق الرشيد العراقي كان قوي جدا ما حدا قدر يوقفه إلا نادي جبلة كمان بعتقد فاز بهديك الفترة على نادي الهلال السعودي مشاهدينا لنعرف أكثر عن مشاركة نادي جبلة بهي البطولة اللي رجع لها بعد غياب طويل بينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ سامر محفوظ رئيس نادي جبلة يسعد مساك كابتن سامر ومساك حبيب قلبي تحية لك ولكل أهلا وسهلا فيك كابتن مباشرة نفوت بصلب الموضوع طبعا لما أنتوا أول شيء الفترة الماضية كان في تخبط وما كان في قرار نهائي بموضوع المشاركة يعني شوي بنقول إنه جبلة رح يشارك شوي بنقول إذا الجيش تأهل جبلة ما بيشارك فكيف تلقيتوا الخبر النهائي بتثبيت مشاركة جبلة بكأس الاتحاد الآسيوي كيف تلقينا تثبيت تثبيت النهائي إنه 100% جبلة مشارك طبعا نحن بالنسبة لنا هذا خبر كثير أسعدنا وأسعد جماهيرنا لأنه تعرف أنت كثير نحن متعطشين لهذا الموضوع وتعبنا كثير لحتى وصلنا لأنه تعرف أنت الظروف اللي عم نشتغل فيها الفترة بالرياضة كثير ظروف قاسية وصلنا لشيء حققنا إنجاز كبير بالنسبة لنا نحن بطولة كأس السيد الرئيس كثير بطولة كثير مهمة وتعبنا فيها فكثير هذا الموضوع أخذ كثير كان أخذ أبعاد كثير عنا أنه لا سمح الله أنه ما نشارك والحمد لله رب العالمين أنه الله وفقنا بهذا الاستحقاق
جبلة عنده حمل كتير كبير على كاهله كابتن سامر، بغض النظر عن تشرين والجيش. ليش؟ لأنه جبلة هو من أول الأندية السورية اللي شاركت بمحافل خارجية بالثمانينات لما كان اسمها بطولة كأس الأندية أبطال الدوري، كأس الأندية الآسيوي أبطال الدوري، هو شارك فيها. فاليوم هو عم يرجع يجدد هاي الروح بمشاركة جديدة. هذا الشيء قد ايش صعب بالنسبة لكم؟ إن شاء الله ما حتكون، هي أكيد صعبة بس ما حتكون صعبة، لأنه نحن مثل ما أنت حكيت حضرتك، نحن هذا مكان الطبيعي ورجعنا عليه، وإن شاء الله نحن ما رح نرجع إلا ونكون إلنا حضور، ويعني ونكون إلنا نسجل إن شاء الله بصمي بالاستحقاق الصالح إن شاء الله. مساء الخير كابتن. أهلا كابتن، تحياتي. يسعد لي مساءك. أول شيء بدي بارك لكم، أكيد هذا فخر لنا كمان نحن كسوريين اليوم. شكراً لك. نادي جبلة أكيد رح يكون متواجد بمحفل آسيوي. خلينا نكون صريحين، نحن كتير سعيدين كتير بهالاستحقاق هذا إن شاء الله. أكيد، ونحن كمان كابتن خلينا نكون صريحين، اليوم اللعب على مستوى آسيا وتحديداً في كأس الاتحاد الآسيوي بحاجة لتدعيم الفريق. كيف رح تكون استعدادات فريق نادي جبلة؟ هل رح يتم انتداب لاعبين أجانب؟ هل رح يتم استعارة لاعبين سوريين؟ بتحكي لنا عن كامل الاستعدادات لو سمحت. هلا انا لحكيك اياها بصراحه، انا بالنسبه لي هذا الملف يعني كثير مهم بالنسبه لي، كثير 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 بالنسبه لي ولناديي ولمدينتي ولا 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 بلدي. فانا راح اعطيه كثير همي وراح اشتغل فيه بطريقه كثير فيها نوع من الاحترافيه، وفيها نوع انه نحن بدنا نطلع مثل ما حكيت حضرتك انه الموضوع يختلف عن الموضوع اللي فحكما فرح يصير تغيير. ما رح اقول كلي، رح يكون يعني رح يصير تغيير منيح بالفريق مشان بحيث انه ندعم الفريق. الفريق نحن بنعرف من حيث انه ندعمه باكثر من لاعب ممكن على مستوى الاندية السورية، وممكن اذا صرنا تحتنا الظروف انه يكون كمان من الخارج ممكن كمان وارد. يعني أي شيء أي شيء ممكن إنه عندي قدر أني أشتغله لحقق هالشيء اللي أنا طمحان فيه، أنا وجمهور مدينتي طمحانين فيه وتعبانين فيه وما إجا من فراغ، ونحن مخططين له مسبقا، إجا نتيجة جهود كتير ناس كتير التفاف حول النادي محبين هالشيء، هذا اللي وصلنا له نحن بالنسبة لنا رح نحاول قدر الامكان انه ما يروح هيك ان شاء الله. اكيد استاذ سامر، سؤال كتير كتير مهم لكل عشاق نادي جبلة طبعا ومتابعين دوري السوري، بما يخص الكابتن ابراهيم عالمي كابتن المنتخب السوري وحارس المرمى اللي كلنا نفتخر فيه، واي نادي بيتمنى يكون متواجد فيه الكابتن ابراهيم؟ كان في خلاف بالفترة الأخيرة، يا ريت نعرف وين وصلت بهذا الخلاف. يا كابتن ما خلاف، مثل ما قلت انت كلنا بنفتخر بابراهيم وكلنا بالعكس احنا بنحبه، انا من اكثر الاشخاص اللي كنت بتمنى انه يتواجد بمدينه بنادي جبلي، بس للاسف هو لما يعني صار في سوء تفاهم انه لما اجى عقد، احنا في عقد بيننا وبينه في شرط بالعقد انه اذا اجى عقد خارجي نعطيه نحن تنازل، فهو اجى الوقت اللي اجى في عقد الخارجي كثير كان ضيق، عرفت كيف؟ فنحن ما قصرنا معه فورا، مجرد انه ما حكى معنا بيصير تاخير شغله نص ساعه او ساعه وما عاده كله عملنا له تنازل وكنا كثير متساهلين معه، بس للاسف انا حسب معلوماتي طبعا وهي الحقيقه يعني تاكدنا من هالموضوع انه المدرب اللي اجى على الفريق الايراني استبدل الحارس بيصير بده مهاجم، فهذه عملت رده فعل عند الكابتن ابراهيم وصار له، وللاسف ابراهيم غاب على عن على النادي ما عاد التزام، شو الاسباب ما بنعرف. يعني نحن امبارح انا خلال متابعتي على صفحه الفيسبوك شفت كانه صفحه رسميه لنادي جبله حاطين صوره للكابتن ابراهيم وساعه رمليه، فانا يعني قلت انه ممكن يكون تم حل الخلاف. بيحبوه عشقانين وكلنا بنحبه، انا بحبه، انا اكثر مشجعين له بتمنى يكون موجود، وانا رح اقول لك يا الصراحه انا عامل مجهدي وان شاء الله رح يكون ضمن صفوفنا ان شاء الله. اكيد بدي اسمع ابراهيم، بدي اعرف انه لا يمكن يكون عم يسمعنا الكابتن ابراهيم، اكيد عم يسمعنا حبيب قلبي هذا، وبالعكس ابراهيم يعني نحن كلنا من شده لايده ونوقف معه مرحله، بالعكس نحن لازم نكون سند له وبتمنى له انا التوفيق بالمنتخب وبالمهمه القادمه يعني لك. بفهم منك انتم كانه هلا خلص ما يعني ما له معكم يعني ما راح يكون خلص يعني لا 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 بالعكس لا مو تفهم مني هيك لا بالعكس نحن عم قلك انا شو صار حرفيا لا لا بالمرحله القادمه راح يرجع ولا انتهى الموضوع هذا السؤال
هلا انا بالنسبه لي كشخص انا راح اعمل جهدي انه يكون هو ضمن الفريق. انا ما فيني احكي كل يعني انا راح اعمل جهدي وكلامي واضح. انا راح اعمل جهدي مع الكابتن ابراهيم انه يكون ضمن الفريق، وان شاء الله بتوقع يعني على النسبه منيحه انه يكون ضمن الفريق. طيب. ان شاء الله. كابتن، في عندنا مدربكم الكابتن زياد شعبه، بنوجه له تحيه كثير كبيره، مدرب خبير، مدرب يعني خبير بالملاعب لما كان مهاجم، ما شاء الله هداف على مستوى عالي. وجهة نظره بالدوري كلاتنا بنعرفها وقرينا شو كتب انه في مشكلة. تمام. وجهة نظره هذا الشيء رح يأثر على مشاركتكم بآسيا؟ كيف؟ هذا الشيء التأجيل وهالتأخير رح يأثر على مشاركتكم بآسيا؟ لا، يعني اللي عم يصير بالدوري كابتن سامر من تأجيل مباريات. اللي عم يصير بالدوري يا استاذ حبيب قلبي عم يصير يعني الكل بيعرف شو الظروف وشو الامور اللي عم يعيشها المنتخب. فكلنا نحن بدنا نوقف ايجابيين وليس سلبيين. اذا الكل بده يجي يعطي مواعظ ويعطي حكم هي مشكله. خلص نحن مارقين بظرف، الكل بده يتحمل، الكل بده يوقف مع المنتخب الظروف اللي صايره. هاي انا هاي رايي، يعني انا رايي خاص فيني انا. اكيد بنحترم رايك كابتن سامر، كل الشكر لك كابتن سامر محفوظ رئيس نادي جبلة كنت معنا عبر الهاتف. حبيب قلبي شكرا كثير لك تحياتي لك ولضيوفك. اهلا وسهلا فيك. متصالح الكابتن سامر، قال لك في عندنا مشكله نحن بنمشي مع المشكله، رؤساء انديه ثانيين بيقولوا لك لا انتم وقعتونا بمشكله يلا انقذونا منها. حبيت يعني خلص عرفان شو بده متصالح مع نفسه. اكيد اكيد يعني بما انه كنا عم نحكي مع الكابتن سامر باخر سؤال عن الدوري، كثير من الناس هلا انا عن جد هذاك اليوم عم يسالوني، يعني انا وقت سالت السؤال صفنت، قالوا لي هلا في فريق الفلان هو موجود معنا بالممتازة ولا هبط؟ قلت له والله يمكن هبط، رجعنا على الجدول طلع موجود. يعني هذا انا اللي بتابع وشغلي وكذا، نسيت والله العظيم انه هذا الفريق موجود بالجدول. اجباري مجد، لانه بتعرف ليش اليوم خلينا نحكي نكون صريحين، اوكي منتخب له الاولويه واو واو واو. لكن اليوم تعال شوف المنتخبات كيف عم توقف قبل الدوري تبعها قديش المده، ليه نحن عم نضطر ناخذ اشهر؟ هذا عم يضطر مثل ما حكى الكابتن احمد قوطرش، اعباء ماليه صحيح، اعباء فنيه للمدرب، المدرب عم يقول لك انا ما عم بعرف شو بدي اشتغل، قولوا لي ايمت مباراتنا لاعرف شو بدي احضر. اليوم انت بتعرف اليوم فنيا المدرب اذا المباراه قريبه ممكن يخفف الحمل التدريبي، ممكن يشتغل على شيء تكنيك معين، اذا المباراه بعيده ممكن يشوف مين ناقصه من لعيبته شغل بدنيا يقدر يشتغل عليه. هون ما حدا بيعرف شيء المشكله، فهون مشاكل الانديه، والانديه عم تدفع مصاري كل اخر شهر. وفي بعض الدول يعني اللي كمان مشاركه مثل بمجموعتنا الدوري تبع شغال الامارات طبعا دوري شغال لعبه سوبر اماراتي يعني كمان هذا القصد. بالسعوديه عم يلعبوا مباريات، بكوريا الجنوبيه عم يلعبوا مباريات، بلبنان امبارح كمان بغض النظر يعني نحن عم ان شاء الله نلعب شيء ثاني. نحن ان شاء الله هذا التاخير يعني ما نقول انه والله للاسف عملنا تاجيلات على الفاضي، ان شاء الله المنتخب بالنهايه يبيض الوجه ونحن كلياتنا مع المنتخب. خلونا نذكر شو أخبار الدوري بهذا التقرير. في موسم بات فيه خوض جولتين متتاليتين في بطولة الدوري الممتاز أمراً نادراً، وفي موسم أصبح فيه اللون الأصفر والترابي طاغياً على ملاعبنا التي من المفترض أن تكون خضراء، تستعد فرق دورينا لاستئناف بطولة الدوري التي لم يعد من السهل أن نتذكر ترتيبها العام أو مستويات المشاركين فيها. ولإنعاش الذاكرة نشير إلى أن جميع الأندية قد تعرضت للهزيمة في الجولات التسع السابقة عدا تشرين وجبلة اللذين ينتظرهما لقاء مؤجل فيما بينهما. صدارة اللائحة يتقاسمها تشرين مع الوثب المجتهد، بينما تقدم الجيش إلى المركز الثالث على حساب الوحدة الذي غاب عنه الفوز لثلاث مباريات متتالية أنزلته عن القمة. الجولة العاشرة ستنطلق يوم الخميس المقبل بلقاء يجمع الوحدة مع النواعير على ملعب الجلاء، مباراة يترقبها أنصار الفريقين بالنظر إلى أنها ستكون الأولى للمدرب ضرار الداوي مع البرتقالي والأولى أيضاً لمحمد خلف مع أزرق حماة. بقية مباريات الجولة تستكمل يوم الجمعة، فيستقبل حطين فريق الوثبة الباحث عن مواصلة الضغط على تشرين الذي يحل ضيفاً على الحرجلة في دمشق في مباراة لن تكون سهلة على فريق البحارة حامل اللقب. وفي حماة يسعى الجيش لعدم تكرار نتيجة زيارته الأخيرة إلى الملعب البلدي حين يحل ضيفاً على الطليعة
الذي يتطلع لضرب عصفورين بحجر واحد، إسقاط الزعيم كما فعل جاره النواعير، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام تشرين، والتعادل مع الكرامة. وفي حمص يأمل الكرامة في أن يصحح المسار مع مدربه الجديد أيمن الحكيم، وذلك عندما يستقبل الفتو العنيد ملك اللحظات الأخيرة في الموسم الحالي. وإلى جبلة يشد الاتحاد رحاله بعد أن حقق الانتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة، على أمل مواصلة سلسلة الانتصارات في مباراة يبحث فيها جبلة عن الانتصار أيضا للتقدم على سلم الترتيب. وأخيرا في حلب، وفي مواجهة النقاط المضاعفة بين المهددين بالهبوط، يسعى كل من عفرين والشرطة لتحقيق الفوز من أجل الحصول على دفعة إلى الأمام، والتعادل سيكون بطعم الخسارة لكلا الفريقين. طبعا مشاهدينا، هي كان جولة سريعة للمرحلة اللي رح تلعب إن شاء الله يوم الخميس بلقاء الوحدة والنواعير. شيء ملفت بمباراة الوحدة والنواعير، أول مباراة رسمية للكابتن ضرار الداوي مع الوحدة، أول مباراة رسمية للكابتن محمد خلف مع النواعير. نتمنى لهم كل التوفيق، أكيد. وأكيد يوم الجمعة عندنا مباراة رح يخوض فيها الكابتن أيمن حكيم، أول مباراة رسمية له مع نادي الكرامة. ثلاث مدربين جدد رح يكونوا بالمرحلة القادمة. جرافيكس ولا نحكي جاهزين؟ جاهزين، يلا نروح على جدول الترتيب. طبعا مثل ما بنعرف الوثبة وتشرين بالمركز اول، تشرين عنده مباراه ناقصه طبعا ب 20 نقطه، المركز الثالث جيش 15، الوحده 14، الكرامه 13، الاتحاد 13، ورابو الاتحاد عم يتحسن كثير بنتائجه اخر ثلاث مباريات، جبله 12 نقطه ملك التعادلات، الحرجله تعلم من الموسم الماضي بالمركز الثامن صار افضل، الفتوة يعني بطل اللحظات الأخيرة مثل ما قلنا بالتقرير 12 نقطة مركز تاسع، الطليعة بحاجة لصالح جماهيره المرحلة القادمة ب 10 نقاط مركز عاشر، حطين يعني حطين بالمركز ال 11 و7 نقاط، هي مشكلة كتير كبيرة لنادي حطين وعشان نادي حطين، شرطة نواعير عفرين بالمركز 12 13 14 عفرين معه بس نقطتين. بنروح على جدول المباراة المرحلة أو هدافي هدافي الدوري السوري لحد الآن بعد 10 مراحل، ما شاء الله محمد الواكد 11 هدف، محمد زينو 6 اهداف، كابتن الهدافين الاثنين فوق 30 سنه، يعني هي شيء ملفت. بنروح عند الشباب، مصطفى الشيخ يوسف من جبله 5 اهداف، كامل كوايا من تشرين 5 اهداف، سيمان رشو من الحرجله 5 اهداف. يعني بتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله نشوف اسماء جديده واهداف اكثر. مباريات المرحله القادمه اللي رح تنطلق مثل ما قلنا يوم الخميس، حاطين وسبه يوم الخميس طبعا وحده نواعير، حاطين وسبه الحرجله رح يسابق تشرين بالجلاء، الطليعه مع الجيش بحمل، وحده مع نواعير بدمشق، الكرامه والفتوه بحمص، جبله والاتحاد مباراه منتظره اكيد مثل ما عودونا الفريقين، وعفرين والشرطه هي مباراه الجريحين، فعلا عفرين بحاجه للفوز والشرطه بحاجه للفوز، اذا رح تتعادلوا لا تلعبوا لانه اثنين جبله والاتحاد بظن هي اقوى مباراه الاسبوع القادم، منتظر حاطين وسبه مباراه ما لها سهله ابدا، بغض النظر انه حاطين عم يمر بي اكيد حاطين فريق شباب شباب صغار عم يقدموا، والوسبة ما شاء الله عليهم يعني اكيد الوسبة طاحش منيح مع الكابتن عمار الشمالي. ان شاء الله تكون مرحله قادمه تحملنا اهداف، تحملنا اسماء جديده، شغلات جديده، اكيد يعني ارضيه ملاعب جديده، اذا حدا رح يلعب على اضواء كاشفه ان شاء الله تكون الاضواء جاهزه يا رب لحتى نحن ننبسط اكثر ونكسب سهره. امنيات صعبه عم تعملها. مشاهدينا بدنا نروح لفاصل اكيد ونرجع نكمل، خليكم معنا. مساء الخير من جديد مشاهدينا، شيء بيفرح القلب كثير وقت نقول انه انجازات الفروسيه السوريه مستمره لحد الان، اخرها كان قبل شوي بختام بطوله ابو ظبي ذات الاربع نجوم، الفارسين السوريين احمد صابر حمشو وعمر حمشو عم يحققوا انجاز جديد للفروسيه السوريه، هو التاهل لبطوله العالم اللي حتصير بالدنمارك عام 2022. اكيد برجع بقول دائما بحكي انا بهذا الموضوع، شهادتنا مجروحه باتحاد الفروسية، فرسان عم يأسبتوا يوم عن يوم انه قادرين يعملوا انجاز صحيح، التأهل اليوم التأهل دائما بالبطولات وحصد النقاط بالدوري العربي كمان شغلة كتير مهمة على مستوى عالي، البطولات عم تكون مثل ما عم نشوف وعم نتابع دائما على الأخبار. صحيح، خلينا نعرف عمر نحن والمشاهدين تفاصيل أكثر عن هي البطولة بهذا التقرير.
الفروسية السورية دائما لها بصمتها وحضورها في المحافل العربية والقارية، وآخرها كان اليوم في بطولة أبوظبي الدولية لفروسية قفز الحواجز من فئة الأربع نجوم بتأهل الفارسين أحمد صابر حمشو وعمر حمشو إلى بطولة العالم الدنمارك 2022. المنافسة في بطولة أبوظبي لم تكن سهلة، حيث ضمت 16 مباراة متنوعة الارتفاعات والأنظمة، شارك فرساننا السوريون في معظمها وحصدوا كما عودونا النتائج المشرفة. الأنظار اتجهت إلى المباراة الأهم في البطولة وهي الختامية والمنتظرة، مباراة الجائزة الكبرى التي تمنح فرسان المجموعة السابعة نقاط الدوري العربي المؤهل لكأس العالم، والتي وصل ارتفاع الحواجز فيها إلى 160 سنتيمتر، فكان لفارسنا السوري عمر حمشو مكانه في التتويج، حيث احتل المركز الرابع حاصدا من خلاله نقاط المركز الثاني. وبدوره أيضا كان للفارس السوري أحمد صابر حمشو بصمته من خلال خبرته الكبيرة في الجائزة الكبرى، حيث ضمن من خلالها التأهل رفقة الفارس عمر حمشو إلى بطولة العالم التي ستقام في الدنمارك العام الحالي. أكيد من بارك لفرساننا السوريين الكابتن أحمد صابر حمشو والكابتن عمر حمشو. 100% أكيد ألف مبروك كباتن. اليوم عم نشوف قديش إنجازاتكم وإنجازات الاتحاد السوري، طبعا هذا كله بتنظيم وتخطيط وإدارة صح لاتحاد الفروسية العربي. طبعا أكيد هذه الجهود مشكورة عليها الفارسية ورئيسة الاتحاد الفروسية الفخرية الكابتن منال الأسد. بالفعل التخطيط في عمل الاتحاد والتنفيذ والنتائج واضحة وضوح الشمس. ألف مبروك ومنها للأحسن إن شاء الله. إن شاء الله رح نبقى بالشيء اللي بيبسطنا دائما وبيفرحنا بالإنجازات السورية، ورح نبقى بالإمارات تحديدا بطلنا وربعنا اللي بنفتخر فيه ونرفع رأسنا فيه أكيد البطل معن أسعد ابن سوريا. اليوم كان عم يتكرم بالإمارات خاصة بعد إنجازه الأخير يتحقق بالبطولة العربية الأخيرة اللي أقيمت في أربيل، قدر يحقق رقم خاص فيه، حطم في رقم طوكيو. اليوم عم يتم تكريمه للبطل السوري معن أسعد. هي طبعا لقطات من مشاركته الأخيرة بأربيل البطولة العربية للشباب. طبعا الإمارات كرمت الرباع البطل معن أسعد بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي. طبعا كرم الرباع الأولمبي الفائز ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 عن فئة الرياضي اللي حقق إنجاز رفيع المستوى في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، هيك كان عنوان التكريم. طبعا سبق أنه حصل الكابتن معن على لقب أقوى رباع بالوطن العربي عام 2021 بعد ما رفع 235 كيلوغرام بالنتر بزيادة 1 كيلوغرام عن الرقم اللي سجله بطوكيو، هي اللي عم نشوفها هلا مع بعض. طبعا وأحرز 3 ميداليات ذهبية مؤخرا ببطولة العرب برفع الأثقال بأربيل. كمان للتذكير أنه الكابتن معن أسعد حقق رابع ميدالية أولمبية لسوريا بعد جوزيف عطية بالمصارعة 84، غادة شعاع بالسباعي 96، ناصر الشامي ملاكمة 2004. نقدر نقول أنه البطل أسعد شكل الإشراقة الوحيدة للرياضة السورية بالعام الفائت، وهلأ هون عم ياخد حقه بهذا التكريم أكيد بتعبه. طبعا كله بيجي بعد تعب وسهر وتركيز، وما شاء الله عنه بطل فعلا التقيت فيه هذاك اليوم والله بالصدفة، بتفرح وقت تشوفه ماشي بالطريق. قلت له هو حاطط طاقة هيك كاسكيت وكذا، قلت له كابتن معن انت هون عنا بالحارة، كان قريب، قال لي كيف عرفتني؟ قلت له ولو في حدا ما بيعرفك. ما شاء الله عليه. ان شاء الله دائما بالتوفيق له ولكل الرياضيين. حتى عم نشوف زيارته لجناح اكسبو وتكريمه بجناح اكسبو، كمان السفير السوري اكيد كان موجود، والاعلامي الصديق مصطفى الاغا كمان كان موجود بجناح اكسبو وعم يكرمه معن اسعد لانجازاته. لك اليوم معن مشان يعني على مستوى آسيا وعلى مستوى العالم من الأسماء المهمة. صار له رقم عمر، يعني هو صار على التابل يمكن بين أول عشرة، ما بعرف تماما مشان ما أحكي رقم يعني خطأ، بس هو بين أول عشرة على العالم. يعني اليوم تعبه وإنجازه، بعده شاب صغير قادر يكمل، إن شاء الله يقدر يعمل شيء بباريس 24، لأنه بالفعل بيكون وصل لقمة الخبرة تبعه برفع الأثقال. عم نشوف كيف أوزانه عم تتطور، تمرينه واستعداداته. أكيد هلأ اليوم بتجي بتصير بتطلب بقى أنه الاهتمام زيادة وزيادة وزيادة بموضوع التدريب لمعن أسعد. تمام. هلأ عم يقولوا لك أنه والله مثلا في بعض الأشخاص أنه من طوكيو لليوم بس كيلو واحد،
لو بيعرفوا هذا الكيلو قد ايه بيتعب عليه لحتى يزيد فيه. ما كنا قلنا هاي الجمله. كل التوفيق اكيد لك كابتن معن، وان شاء الله الجاي بيكون احسن لك وللرياضه السوريه. رح نضل باجواء رياضتنا واسمائنا واللي بنحبهم كثير. جوله ماضيه كثير حبيناها وكثير تابعناها بكره السله، لانه كان جوله الدربيات، جوله الحب اللي كانت بحلب وكانت بدمشق. هلا ما كثير حب يعني، كثير اعلاميا، انا اقول اعلاميا لا بس مباراتين عن جد برايي الشخصي انا مباراه الاتحاد والجلاء فنيا ما كثير، عم بحكي كتنافسية، أنا عم بحكي اليوم ما راحت للمكان المطلوب، ما راحت للمكان التنافسي أبدا. نادي الاتحاد فرض نفسه فنيا من أول مباراة لآخرها بشكل واضح بالناحية الهجومية بالناحية الدفاعية. فريق نادي الجلاء لم يكن بالإمكان أفضل مما كان. أنا سألتك الأسبوع الماضي عمر، قلت لك إنه كنت متأمل أنا بصراحة، كنت متأمل إنه نادي الجلاء يقدر يعمل شيء، لأنه بعرف قديش عنده خامات كويسة كتير. أكيد. نفس الشيء، ولكن المباراة تاني نهار، نهار الجمعة كانت وحدة والجيش، مباراة كانت فنيا جيدة جدا، المدربين كانوا على أداء عالي جدا، الفريقين كانوا كتير مناح. يعني بتمرق مباريات الجيران أوقات بحساسية معينة، ولكن المباراة كانت حلوة. أكيد. طيب رح نعرف أكثر عن هاي الجولة بهذا التقرير مشاهدينا، خلونا نتابع. جولة من العيار الثقيل حملت بين طياتها دربيات من أعتق وأجمل المباريات في الدوري السوري لكرة السلة. ففي الشهباء وبحضور كرنفالي كبير من الجماهير الحلبية، حقق الاتحاد فوزا عريضا بنتيجة 82 مقابل 49 نقطة على الجلاء في مباراة تألق فيها لاعب الاتحاد جميل صدير بتحقيقه دبل دبل من خلال تسجيله 11 نقطة مع 11 ريباوند. بالمقابل كان لاعب الجلاء الياس عزري أفضل مسجل في المباراة ب 18 نقطة من بينها 3 ثلاثيات. وفي ديربي دمشق الذي لبت فيه الجماهير البرتقالية النداء فملأت المدرجات، حافظ الوحدة على سلسلة انتصاراته دون هزيمة بعد أن تفوق على جاره الجيش بنتيجة 76 مقابل 65 نقطة، ونجح الوحدة في إنهاء الربع الأول لمصلحته بواقع 23 مقابل 13 نقطة، مما ترك رفاق المرجانة يلهثون في الربعين الثاني والثالث من أجل تقليص الفارق، وهو ما نجحوا فيه بالفعل على الرغم من أن رامي خرج مصابا لتصعب الأمور على فريقه، وخاصة في الربع الرابع الذي حسمه الوحدة لصالحه مع تألق خاص لكل من هاني درابي ب 21 نقطة ومجد عربشة ب 20 نقطة. وفي ديربي العاصي وبحضور جماهيري لائق للفريقين، حافظ الكرام البطل على سجله خاليا من الهزيمة بفوزه على مضيفه الطليعة بنتيجة 92 مقابل 76 نقطة مع تألق لافت لطارق الجابي الذي سجل 22 نقطة من بينها 4 ثلاثيات، علما أن فريق الكرامة تحضر لهذه المباراة من خلال تمارين يومية في حماة بسبب إغلاق صالة حمص للصيانة. وواصل الوثب اقترابه من المربع الذهبي بفوزه على مضيفه الثورة في دمشق بنتيجة 82 مقابل 77 نقطة بتألق لاعب الوثب زكريا الحسين الذي كان أفضل مسجلي المباراة بحصيلة 22 نقطة. وتمكن الفيحاء من تحقيق فوزه الأول في الدوري لهذا الموسم متفوقا على ضيفه حطين بنتيجة 70 ل 41 نقطة، رغم تألق لاعب ضيوف حكمة تيدوري بتسجيله 18 نقطة. كما فاز الحرية على ضيفه النواعير بنتيجة 79 مقابل 63 نقطة ليتقدم من خلالها للمركز السابع على جدول الترتيب. منافسات الدوري السوري لكرة السلة ستستمر في جولة ثامنة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث يلتقي الكرامة والوحدة في مباراة قمة تعيد للأذهان ذكريات السلسلة النهائية للموسم الفائت بين الفريقين، حيث سيسعى كل منهما لفك الارتباط عن آخر في صدارة الترتيب. خلينا نحكي الصراحة العربية والسورية طبعا.
وفي حلب يستقبل الاتحاد الطليعة في صالة الأسد، ويحل الجلاء ضيفا على نواعر في حما، فيما تميل الكفة لصالح فريق الجيش في مواجهة الثورة في صالة الفيحاء التي تحتضن أيضا مباراة الفيحاء مع الوثبة. وأخيرا يبحث حطين عن انتصاره الأول عندما يستقبل الحرية في اللاذقية. طبعا مشاهدينا لنحكي اكثر عن هي المرحله بنضم لنا عبر السكايب مدرب منتخبنا الوطني السابق الكابتن عماد عثمان من الامارات. يسعد مساك كابتن. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك يا كابتن. كابتن طبعا بنقول لك انه المرحله هي كانت نديه كثير، خاصه بمباراه الوحده والجيش، وكنا بنتمنى مباراة اتحاد وجلاء ترتقي للمستوى اللي كلياتنا بنتمناه بمستوى ديربي، بس اتحاد مثل ما قال الكابتن عمر قبل شوي فرض سيطرته. انت كيف شفت هدول المباريات وهي المرحلة بالتحديد؟ بالبداية مساء الخير لك ولعمر ولجميع المشاهدين. مساء الخير كابتن. مساء الخير عمر. الحقيقة الديربي، أول شيء إذا حكينا عن ديربي العاصمة الجيش والوحدة، يعني دائما أنا عشت هذا الديربي، يعني كمان دائما في له خصوصية ودائما في له طابع ونكهة خاصة، ودائما الفروق أكيد رح يرجع لنا الكابتن عماد لبين ما فقدنا الاتصال معه. كابتن عمر، يعني مثل ما كان عم يقول كابتن عماد عن خصوصيات وحساسيات، وانت اكيد ما شاء الله ما بعرف كم ديربي انت لعبان. كثير لعبان فيها اكيد، مباراه كثير مهمه، نحن والجيش دائما نلعب، حتى نحن ونادي الاتحاد كانت ديربي سوريا خلينا نقولها. لكن اليوم الواقع الفني بيفرض نفسه على ارض الملعب. مباراه هلا اكيد الكابتن عماد بس يصير معنا بيرجع بيحكي فيها اكثر. مباراة حلب كانت تختلف 100% عن مباراة دمشق فنيا. عم نحكي في شغلات شفتها بحلب شيلك عن الأمور الفنية، ولكن اليوم بدي أحكي بموضوع الصالة والملعب. اليوم مع احترامنا لكل العالم، صالة الحمدانية، صالة العملاقة في الحمدانية صارت جاهزة، ليه الفرق ما عم تلعب عليها؟ فرق حلب صالة مهمة جدا. سألنا قال لا، لأنه لازم يصير عليها افتتاح كبير للصالة وبعدين بنلعب عليها. طيب ما لعبنا الاتحاد طيب والجيش؟ كان افتتاح تجريبي عشان نكون نحن واضحين بهذا المكان. طيب خلينا نقرر مباراة افتتاح بين أي فرق بتقرروها بين أي شيء، بس خلاص حاجة، لأنه صالة الأسد للأسف ما بقت تصلح لأنك تقدر تلعب فيها كل سنة. حاليا مستهلكة، خلاص صالة كتير مستهلكة. نفس هاي النقاش تبع انه هي لو تابعه لوزاره التربيه لا للاتحاد الرياضي العام، ما بنعرف مين بده يصلح، هون بيحطوا ميزانيه. واقف كنت وزميلي المصور فطلبت منه ياخذ منه اخذ يعني خذ لي صوره، قلت له للبورد اللي عم يلعبوا عليه اللاعبين، اللي هو البورد اليوم في لاعبين تقدر تقفز ممكن يعني راسه يوصل للبورد. هذا البورد اللي عم نشوفه هلا اللي عم يتابع عليه مباراه ديربي حلب بين الجلاء والاتحاد. مع اي تبرير واي حكي اكيد اليوم ما نمخبى كيف الجهود اللي عم تصير بموضوع الصالات، ومشكورين مكتب المنشآت تحديدا علاء جوخجي مشكور لجهده ولكن نحن اليوم ما عم نحكي على موضوع الصالات، عم نحكي تحديدا على صالة الأسد. صالة بهاي الشكل وبهاي البوردات وبهاي بهذا البرد اللي عم يكون فيها، البرد الخيال اللي عم يكون فيها، وبأرضية الصالة يلي الفرق عم تصلح فيها أو عم تشتغل عليها تعمل صيانة، تلعب دوري كرة سلة وعنا صالة مثل الحمدانية، لو سمحتوا لازم يلاقوا حل الفرق حلب وبحق لهم يلعبوا بصالة الحمدانية. مين اللي بيزعل الكابتن؟ أخواتنا بحمص الكرامة والوسع بيقول لك أنه أنا ما عندي صالة وانتم عندكم مو يعني مو للنادي، مو لنادي الاتحاد او الجلاء، حقهم يحكوا. وفي صاله بحلب جاهزه ما عم تلعبونا ونحن ما عندنا صاله وعم تلعبونا عليها. مجد حقهم يحكوا. بتعرف ليش؟ لانه بحمص من السنه الماضيه كنا عم نصرخ على موضوع صاله لحمص. اليوم اي انشاء خليني ياخذ منه، خلي ياخذ وقت سنه سنتين، ولكن يبلشوا الاتحاد الرياضي العام يبلش بانشاء صاله لجمهور حمص كرامه او وسبه،
صحيح. عملوا صالة كتير كبيرة، عملوا صالة تستوعب، لأنه عم نشوف همتكم والشيء اللي عم تنجزوه. اليوم صالة الفيحاء معادة بالتجديد، شكلها بياخد العقل. صالة اللاذقية ممتازة جدا، صالة رقم واحد. صالة الحمدانية العملاقة صالة طار عقلنا كلنا فيها وقت اللي شفناها. صالة السويداء حاليا يعني اليوم في عتب صغير، السويداء ما عندها كرة سلة مثل ما حمص عندها كرة بس عندها صالة جاهزة، عندها صالة نموذجية صارت هلا، أرضية باركيه بتطير العقل، تجهيزات جيدة، صار قادرين هلا بالسويداء يخلقوا كرة سلة. شيء عملوا بمقابل هاي الصالة. طيب كمان عندنا صالة الجلاء بدمشق، يعني ما خصصوا الاتحاد الرياضي العام خصص مدينة الفيحاء تحديدا الصالة الكبيرة والصالة الفرعية هي لاتحاد كرة السلة ولا كرة السلة. ممكن يكون صالة الجلاء تكون لكرة اليد او للالعاب الاخرى مثل الطائرة. كابتن انا مثل ما بعرف احيانا بشوف يعني في صالات متنقلة او يعني هي ثابتة فينا بتجي هي جاهزة من برا بتنشرها من برا او شيء. صعبة انت كثير هالقصيد. مو اسهل لك ما تقعد عمر، لا مو اسهل عمر 4-5 سنين بس بلش. يعني قلن اليوم لجماعة نادي الوسمي ولجماعة نادي الكرامة، يا أخي ليكنا عم نبلش نعمل صالة تسع 5,000 10,000 في الرقم اللي انت بتاقي الخطوة الأولى جابوا دوري بس بلشوا تمام بلش بقى. لا اليوم ما في مسؤولية، في فريق جايب بطل دوري اسمه الكرامة صحيح، وانت مسؤوليتك اليوم تأمن صالة أفضل من الصالة اللي موجودة بحمص. صالة حمص لا تعتبر صالة، هي صالة لأنشطة مدرسية خليني أقول. هي فعلًا هيك. وحتى للأنشطة المدرسية حاليًا لا تصلح. صحيح. ولكن عم يتم صيانتها هلأ لحتى يقدروا يكملوا عليها الدوري، وبتمنى إنه يصير في صالة أكبر من هيك بحمص. إن شاء الله. كابتن عماد صار معنا باتصال، ما بعرف شو قصة السكايب كابتن، يسعد مساك. ما عم يزبط السكايب. معلش شوي بالإمارات سكايب. النت شوي ضعيف. كابتن كان عم يحكي مجد بموضوع الديربيات، اكيد حضرتك انت اليوم لعبان كثير ديربي بمباريات الوحده والجيش. خلينا نحكي تحديدا على المباراه، مباراه الوحده والجيش يلي صارت نهار الجمعه، كيف شفتها فنيا؟ بالفعل عمر يعني الديربي له طعم خاص، خاصه يعني ديربي دمشق الوحده والجيش دائما عم يكون له هاي الخصوصية. يعني شفنا انعكس شوي بحساسية المباراة، انعكست على سكور الفريقين، سكور ما كان عالي 76-66، في 27 تيرن اوفر بين الفريقين 11 لنادي الوحدة و16 تيرن اوفر لنادي الجيش. لكن انا اللي شفت انه نادي الوحدة الحقيقة دخل بتحضير ذهني ونفسي ممتاز جدا للمباراة. من بداية المباراة دخل اجواء المباراة، دخل بسرعة، دفاع كان ضاغط على الكرة، كان في حضور ذهني كبير بما يخص الدفاع على رامي مرجاني. ما كان ابدا رامي عم ياخذ راحته، وحتى كان وقت عم يتخلص من خصمه كان عم يكون في سويتش، عم يكون في لاعب تاني حاضر معه، وقدروا يعزلوه من بدايه المباراه، يطلعوه برا المباراه. وحتى صار عنده اصابه، بتمنى له انه نرجع نشوفه بالملاعب. رامي لاعب كبير ولاعب مهم. الفريق الوحدة مثل ما قلت لك لاعب المباراة يلي بيفضلها هو بيفضل الرتم السريع، بيضغط على الكرة، بيجبر الخصم انه يرتكب الاخطاء، وبين هذا من خلال تسجيله 18 نقطة من الهجوم السريع بمقابل 7 نقاط فقط لنادي الجيش اللي دخل بشكل متأخر على اجواء المباراة. ولكن الحقيقة انه نادي الوحدة كان ممكن راح يدفع ثمن ريح اللاعبين بالشكل الكافي لنهاية المباراة، وقدر نادي الجيش يرجع للمباراة، وكان ممكن انه يخطفها بالدقائق الأخيرة من المباراة. لكن نادي الوحدة كان مصمم انه يكسب المباراة، وقدر ينهي المباراة لصالحه، لأنه مثل ما قلت لك كان داخل بتحضير ذهني أفضل وبرغبة للفوز بالمباراة كانت واضحة من طريقة اللعب. يعني نادي الجيش وعانى دفاعيا بشكل كبير
بالمسؤوليات الفردية للاعبين. يعني ما كنا عم نشوف في دفاع على الكرة، ما كان اللاعبين عم يقدروا يحتوا الكرة، كان في درايف سهل على الباسكت، وكل الثري بوينت من نادي الوحدة اللي اجا كان بعد درايف على السلة، وعم عم يصير الدفاع عم يساوي روتيشن، وعم تطلع الكرة لبرا للشوتر يلي عم يشوت مرتاح. ومثل ما بتعرف أفضل تسديدة للاعب 3 بوينت يلي بتجي من الانسايد للاوتسايد، فكل كرات النادي الوحدة كانت عم تكون من الانسايد للاوتسايد، بعكس كرات نادي الجيش شفنا حكم أخذ كرتين كتير صعبين على 3 بوينت، وكان معه مدافع وتوفق وقدر يجيبونه، هنن يمكن شوية اللي رجعوا نادي الجيش للمباراة. لكن عموما أنا كنت بتمنى أنه شوف نسب الفريقين أعلى، تيرن اوفر اقل من اللي صار، لحتى نشوف مستوى اعلى، ويمكن هذا مع تقدم الوقت رح نشوفه مع الفريقين ان شاء الله. كابتن حكيت تفصيله كثير مهمه، هي موضوع الكره اللي تنزل تحت الباسكت وبتنعكس على الطرف الاخر او على الويك سايد مثل ما بنقول. شفنا شريف العش وعمر ادلبي باكثر من اوبن شوت قدروا يسجلوا، هذا كان مشكله اكيد دفاعيه. قديش عم تشوف اهميه هاني دريبي ومحمد اضباشي تحت الباسكت اللي عم يقدروا يمولوا رفقاتهم الجاردز بالكرات على الشوتينج تحديدا من فريق نادي الوحده؟ الاثنين عمر مهمين جدا. يعني هاني يمكن كان اكثر فعاليه بالمباراه. هاني يعني يعتبر من اللاعبين الارتكاز العصريين اللي بيقدر يتحول بسرعه، بيلعب بسرعه. يمكن الشغله الوحيده اللي بتنقصه انه يقدر يشوت من برا، وهي انا بعتقد بيقدر يعني مع التدريب بيقدر يساويها. لكن بشكل عام هاني وضباشي عم يكونوا مهمين للفريق، لانهم سريعين بيقدروا يدافعوا انسايد، بيقدروا يدافعوا اوتسايد، وهي ميزه مهمه عندهم. وهن يلي يعني عطوا فرصه لعمر ادلبي ولا عبد الله الحلبي كمان انه يسجلوا كرات سهله من خارج المنطقه، لانه وقت بتنزل الكره للانسايد سواء مع لاعب الارتكاز او من خلال درايف على الباسكت راح تجبر الدفاع انه يسكر ويساعد. احيانا اكثر من لاعب ممكن يساعد، وهذا اللي خلق فرص عند نادي الوحده بالمباراه من على 3 بوينت. لكن خليني هون انا بس عمر وجه رسالتين، رساله للاعبين بشكل عام ورساله للمدربين. رسالتي للاعبين، مسؤوليتكم انتم انكم ترفعوا مستوى الفردي عندكم، الحصص الحجم التدريبي عندكم لازم يكون اكثر بحصص فرديه لحتى نشوف نسب اعلى، خاصه بالثري بوينت وخاصه لاعب المنتخب. ما لازم تكون نسب بال 20% نسب اللاعبين، نقطه كثير مهمه. نعم بنسبه اعلى لازم تكون. الرساله للمدربين، نحن عم نشوف اخطاء عم تصير تيرن اوفر، يا اما من الاخطاء بالتكنيك عند اللاعبين او اخطاء بالقرارات عند اللاعبين، وهي الشغله المهمه هي اخطاء القرارات عند اللاعبين اللي هي مسؤوليه المدربين. مسؤوليتهم انه يقللوا من الاخطاء اللي ناتجه عن القرارات الخاطئه عند اللاعبين، وهي شغله مو سهله، هي شغله بدها جهد وبدها وقت صحيح. لحتى يطوروها عند اللاعبين. ودائما نحن بنقيس مدى نجاح اي مدرب بعد فتره زمنيه من العمل بمقدار قديش بخفف من اخطاء اللاعبين نتيجه القرارات الغلط. وهون بالذات كمان رساله لمدربين المراحل السنيه، بقول انه وقت المدرب اللاعبين على المهارات لا تنسوا الجزء الذهني من المهاره، الجزء الذهني جدا جدا مهم. ودائما نحن المدربين المراحل السنيه بيركزوا على التكنيك اكثر من الجزء الذهني. التكنيك بيقدر يتطور اللاعب حتى وقت بيصير بمرحله الرجال، بنقدر نطوره بنقدر نغيره، لكن الجزء الذهني صعب انه يتغير. الاي كيو عند اللاعبين يعني صعب انك تغيره اذا ما ابتديت معه من المراحل الصغيره تعلمه القرارات الصحيحه. ومشان هيك بنشوف اغلب مبارياتنا بالفرق الاولى عم نشوف اغلب الاخطاء من القرارات، مش من التكنيك، مو التكنيك الغلط، القرارات عم تكون غلط. صحيح. كابتن باخر المباراه بالانترفيوز حكيت مع محدين اصبلي وحكيت مع حكم عبد الله، بسالهم على المباراه، قالوا تاثرنا بغياب رامي بالعشرين دقيقه الاخيره بالكورتر الثالث والرابع، ولكن بالكورتر الثاني كانوا موجودين. موضوع التعود على رامي مرجاني في الملعب كليدر وكاسكورر هذا ما حدا بيخفي عنه، اكيد بتمنى له الشفاء من الاصابه،
ولكن اليوم نادي الجيش مثل ما حكيت بداية نادي الوحدة بضغط دفاعي كثير عالي على كل اللاعبين بما فيهم رامي مرجاني، ولكن آخر شيء بالكوارتر الرابع ما لقوا طريقهم بكل راحة للباسكت فريق نادي الجيش. صحيح عمر، يعني شوف الضغط اللي سواء نادي الوحدة الضغط الدفاعي أثمر بنهاية المباراة، بالرغم من أنه نادي الجيش قدر شوي بالنهاية يرجع للمباراة، لكن الضغط الدفاعي والدفاع المستمر من نادي الوحدة رجعوا أنه أخذوا زمام الأمور وقدروا يكسبوا المباراة. الفريق اللي بده يحضر حاله ليكسب بطولة لازم يكون عنده حلول كثيرة. يعني صح رامي مرجاني لاعب مهم سواء على مستوى المنتخب الوطني أو على مستوى النادي، لكن دائما لازم يكون في يعني حلول بديلة في حال أنه اللاعب لا سمح الله أصيب مثل ما حصل مع رامي أو لأي ظرف معين يعني ممكن ما يكون بيومه. نعم. فلازم تكون في حلول. نعم. أنا مشان هيك قلت أنه نادي الوحدة محضر كان بطريقة جيدة ذهنيا وبدنيا أكيد، وبدنيا كان محضر قدر يلعب 40 دقيقة مباراة كاملة بنفس المستوى. المباراة الثانية، المباراة الأولى عفوا اللي كنا متأملين أنه تطلع كلوز جيم أو نقدر نشوف مباراة فنيا، نادي الاتحاد فرض هيمنة من أول دقيقة على المباراة على شبان نادي الجلاء وطلعت بهي النتيجة. كيف شفت المباراة كابتن؟ هلأ عمر واضح نادي الاتحاد هلأ بيشترك مع نادي الوحدة بميزة. النادي الاتحاد ونادي الوحدة أنا اللي شايفه بالوقت الحالي أفضل فريقين من ناحية الدفاعية. الفريقين عندهم ضغط على الكرة بشكل جيد، الفريقين روتيشن عندهم أيضا سريع وبشكل جيد. واضح أنه نادي الاتحاد داخل بهذا الموسم وهدفه وعينه على البطولة، لأنه التعاقدات اللي سواها النادي كانت على مستوى عالي. صحيح. دائما الميزانية اللي بيرصدها النادي للفريق هي بترسم الهدف أو بتحدد الهدف. وبالطرف الثاني عم نشوف نادي جلاء يعني مكتفي بالعناصر الموجودة عنده، العناصر يلي هي من أبناء النادي. قد يكون الهدف عند نادي جلاء هو بناء فريق يعني، أو أنا ما عندي فكرة عن الظروف النادي، لكن نادي جلاء بيتم مدرسة كبيرة، وبالوقت يلي بيقرر فيه النادي ومحبين النادي ومشجعين النادي أنه يكون عندهم فريق ينافس على البطولة، أنا متأكد أنه رح يصير في ميزانية أعلى ورح يصير في تعاقدات أكيد. أفضل وتعاقدات أكثر لحتى يقدروا يحققوا البطولة. لكن نادي الاتحاد فعلا فرض سيطرته على المباراة، وهو الفريق أنا شايفه أكثر فريق يملك مقومات أنه يأخذ بطولة. جميع المراكز موجودة عنده، لاعب ارتكاز مهم يعني يلي هو عبد الوهاب، لكن الأهم من هيك عم شوف البوزيشن فور عنده اثنين مميزين جدا، هم هو توفيق الصالح وجميل الصغير. نعم مميزين جدا وشعلة يعني بالدفاع وهجوما وروح عالي اللي عم يقدموه بالمباريات. 100% بالإضافة إلى اللاعب يلي أنا كنت يعني دائما متوقع له مستقبل كبير هو توني بكر، بعدني عم أقول إنه لازم كمان يشتغل أكثر يحسن نسبه بالثري بوينت. هاي رسالة بيكون عم يسمعها أنطوني هلا. خليني أحكي بشكل كثير سريع على مباراة قمة الأسبوع القادم بين فريق نادي الوحدة والكرامة اللي راح تصير بدمشق. كيف بتشوف هاي المباراة بس بشكل مختصر وسريع كابتن؟ والله يا عمر يعني أنا بشوفها مباراة مهمة بالنسبة للفريقين، من الفرق اللي عم متصدرين الدوري بالوقت الحالي. فريق الكرامة بطل الموسم الماضي راح يدخل يعني بهاي المعنويات العالية، وفريق الوحدة فايز بالدربي ومعنوياته كبيرة ومعنويات عالية. أنا بعتقد راح تكون مباراة سريعة، راح تكون مباراة بتمناها تكون مباراة بمستوى عالي ويكون فيها أخطاء قليلة ونسب تسديد أفضل من المباريات الماضية. كابتن بدي تشكرك، دائما بتكون خفيف الظل وفنية، بتقدر تساعدنا كتير بكلام واضح وحقيقي، وتساعد أكيد المشجعين ليقدروا يفهموا شو عم يصير على أرض الملعب. بدي تشكرك كتير على وجودك بـ90 دقيقة صديق العزيز والمدرب السابق لمنتخبنا الوطني ونجم منتخب سوريا الكابتن عماد عثمان. شكرا لك. شكرا كثير عمر، شكرا مجد، وشكرا لكم على البرنامج وعلى اهتمامكم بكرة السلة. شكرا لك يا كابتن. شكرا. اكيد كرة السلة على سما ما خلصت عنا البيست فايف.
طبعا يعطينا العافيه للشباب، كل شيء عم يصير هو حلو، بس هدول دائما افضل خمسه. مشاهدينا خلونا نشوف الجرافيك الخاص بدوري كره السله السوري، نشوف افضل تمريرات حاسمه بكل الجولات. اسحاق عبيد من الاتحاد 41 تمريره، علي ديربكر للاتحاد 40 تمريره، مراد هاشم حريه 39، زكريا الحسين وسبه 35، مايك مرجي من النواعير ب 34 تمريره. كمان هلا بنروح للتصديات للبلوك شوت، عبد الوهاب الحموي اتحاد 16 ما شاء الله خاتمه بهالموضوع. هاني دريبي وحده 10، دياب شواخ جيش 10، وسام يعقوب الجلاء 9، طبعا الخبره الكابتن وسام يعقوب، ومحمود طرقجي الحريه 7. نشوف هلا سرقه الكره او رسيل قطع الكره كمان، عمر ادلبي من الوحده 29 ما شاء الله مشتغل شغل كثير حلو عمر، مايك مرجي نواعير 26، شريف العش وحده 17، طارق الجابي الكرامه كمان عم يتوفق هلا كنت عم بقول الكابتن عمر مع نادي الكرامه الجديد معه 16، ومجد عربشه من الوحده كمان 16. افضل مسجلين الهدافين لحد الان بالمراحل السبعه، زكريا الحسين وسبه 188 نقطه، وعم يسبق رامي مرجان اللي غاب اخر 20 دقيقه بالمباراه الماضيه 185 نقطه، فارق 3 نقاط. هشام عرواني الطليعه 157، فرق كثير كبير بين الثالث والثاني. مجد عربشه 143 للوحده، انطوني بكر من الاتحاد 118. طبعا هلا بنشوف ترتيب ونتائج المباريات. الاسبوع السابع جلاء خسر مع الاتحاد 82-49، طليعه خسر مع كرامه دربي العاصي 92-76، الفيحاء فاز على حطين 70-41 اول فوز للفيحاء، الثوره 77-82 لصالح الوثبه، الوحده والجيش فاز طبعا الوحده 76-65، الحريه فاز على نواعير 79-63. جدول الترتيب بعد سبع مباريات، الوحده مركز اول مع الكرامه 14 نقطه، القاسم المشترك بيناتهم انه هن اثنين ما خسروا هن اثنين فازوا على الجيش. صحيح تماما. الاتحاد مركز ثالث مع خساره واحده من نادي الجيش، الجيش مركز رابع خسارتين، الجلاء بالمركز الخامس، الوثبه، الحريه، نواعير، طليعه، ثوره، الفيحاء، حطين من دون اي فوز لحد الان. تذكير لمباريات الجوله القادمه مع النقل اللي راح يكون على قناه سما، الفيحاء والوثبه يوم الخميس 13 الشهر الساعه 4، الاتحاد مع الطليعه، وحطين مع الحريه الساعه 5. يوم الجمعه راح نكون مع نقل لمباراه القمه المنتظره بين حامل لقب الكرامه ومستضيف الوحده الوصيف والنواعير والجلاء. هون خليني بس هون خليني صحح بس، لا المباراه المنقوله هي مباراه حطين والحريه، اكيد في خطا بالجرافيك اللي بصححوه زملائنا، ما في مشكله. مباراه حطين والحريه من صاله اللاذقيه، صاله رقم 2، التواجد الاول لسما تماما، واكيد رح نشوف جمهور حطين عم يساند فريقه، ومباراه قمه نهار الجمعه قمه السله السوريه الوحده والكرامه ان شاء الله كمان منقول. يعني انت بكره كابتن انت والشباب من اللاذقيه براني على صاله الفيحاء بالسلامه يا رب. اكيد طبعا مثل ما عودناكم مشاهدينا عندنا كمان سيدات، صحيح خلينا نشوف ترتيب السيدات الاسبوع السابع كمان. اول شيء نشوف النتائج، وحده فاز على محرده 75-54، اتحاد خسر من تشرين 64-52، الساحل فاز على برده 66-28، العروبه خسر مع جلاء 74-44، الثوره فاز على قاسيون 69-61. كابتن نشوف نادي تشرين عم يعمل شغل كثير حلو بفريق السيدات اللي معه لحد هلا 7-7، مركز اول ثوره، مركز ثاني خسارته مع تشرين، قاسيون مركز ثالث، وحده رابع، ساحل، جلاء، برده، الاتحاد، محرده، العروبه ما له محقق ولا اي فوز. مباريات الجوله القادمه للسيدات طبعا ثلاثه، الجلاء والثوره، محرده الاتحاد، تشرين والوحده مباراه اكيد كمان منتظره، برده قاسيون كمان مباراه منتظره، والعروبه والساحل. طبعا كل مباريات رح تكون الساعه 5 يوم الثلاثاء. طبعا كل المباريات اللي عم تشوفوها صارت منقولة على تطبيق سما الرياضية، نزلوا التطبيق، عملوا أبديت، التطبيق شغال 100%. لكل الناس اللي حكت واللي اعترضت انه التطبيق غير شغال، جرب مرة تانية وشوف كيف شغال. على كل الأجهزة أكيد كونوا على ثقة، أكيد نحن لو في عنا مشكلة 1% في هذا التطبيق أكيد منضلنا على الفيسبوك، ولكن إدارة الفيسبوك عم تبلش تطلب مننا بموضوع التراخيص، وبتعرفوا العقوبات على سوريا و و و، فأكيد انتقالنا للتطبيق هو حق مشروع لنا كقناة سما. ما بقى مننا أكيد إلا نشكركم لمتابعتكم لبرنامجنا 90 دقيقة، بشوفكم إن شاء الله خميس وجمعة بالنقل المباشر لكرة السلة. من هون لوقتها تبقوا بألف خير. مشاهدينا حلقتنا خلصت اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، أكيد بيتجدد الموعد يوم الأحد القادم. باي باي.